السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معكم ايهاب الرفاعي في فيديو جديد من قناة ايهاب الرفاعي. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة رسم هلال رمضان، وكل عام وانتم بخير. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو انت مش مشترك في القناة اشترك الان وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. ويلا نبدأ الفيديو. طيب هنعمل نص دايرة بالطريقة ديت، وهنعمل نص دايرة كمان قد المقاسات دي بالظبط، بس هنبعد شوية عشان نعمل شكل الهلال بالطريقة دي كده. وبعد كده بالقلم الرصاص او بقلم الالوان الخشب الاسود نعيد على الرسمة كده ونبين شكل الهلال بالطريقة دي كده. نعمل شوية زغرفة كده بالطريقة دي كده، زي ما انا بعمل كده، واحدة من على اليمين كده وواحدة من على الشمال، زي ما انا ماشي كده بالظبط. بعد كده هنظلل الهلال من الداخل، هنيجي من على الأطراف ونبدأ نغمق ونفتح من النص بالطريقة دي كده. كده شكل الهلال واضح معانا. احنا بقى هنا هنضيف مسجد عشان نجمل الشكل، واحدة واحدة كده زي ما انا ماشي كده هنبدأ نرسم المدنة بتاعت المسجد. هنطلع كده واحدة واحدة، وبعد كده نظللها واحنا ماشيين كده مع بعضينا. ونضيف تفاصيل كده صغيرة، ونظلل. وبالطريقة دي
هي طريقة سهلة وبسيطة جدا، تابع معايا واحدة واحدة هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. وبعد كده نعمل شكل الهلال، ونيجي هنا بقى نرسم قبة بالشكل ده كده. ونعمل التفاصيل اللي هي الشباك والحاجات بتاعت القبة دي كده، ونبدأ برضك نظلل طول ما احنا ماشيين، نظلل كده عشان الشكل يوضح معانا. ونجيب الدوران بتاع القبة واحدة واحدة كده، وبعد كده نضيف الهلال هنا. وهنيجي نضيف قبة كمان بس هنعملها صغيرة عشان تدينا شكل بعد بالطريقة دي، نفس القبة الأولانية ولكن احنا هنخليها صغيرة شوية بالطريقة دي كده. وابدا اظلل برضك، واضيف الهلال بالطريقة دي، اصغره شوية وكده الشكل واضح معانا. ياريت لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وانتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.